الله الرحمن الرحيم. تسأل أختنا تقول: عمل المرأة إذا لم تكن محتاجة للمادة هل يعد من الهوى أو لا؟ لا يعد من الهوى، عملها لا يعد من الهوى إذا كان عملا شريفا سليما بين النساء، ليس في خوطة الرجال وليس فيه إسفار لها عن محاسنها، وإنما تعمل عملا مباحا بين أخواتها النساء ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا ارتكاب محرم، وزوجها راضي كان لها زوج، فلا بأس، ليس هذا من الهوى. فالعمل يختلف، فإن كان في معاصي الله وجب تركه، وإن كان عملا يفضي بها إلى الاختلاط مع الرجال وإظهار محاسن الرجال كان أيضا منكرا، يجب منع النفس عن هواها في هذا. أما إذا كان عملا مباحا أو شرعيا بين أخواتها فلا بأس، مثل مدرسة للبنات، مثل ممرضة للنساء، مثل طبيبة للنساء، لا بأس بهذا ولا حرج، الحمد لله. بارك الله فيكم. وإن لم تكن محتاجة للمادة كما تعمل، ولو كانت غير محتاجة، ولو تأخذ المال لزيادة ثروتها أو للصدقة به أو لغير هذا من الأسباب الحسنة. طيب. المهمة الشروط التي تفضلتم بذكرها. نعم. ابن باز رحمه الله.